حدث خلاف بيني وبين أناس من أهل قريتي حول ما يقال عقب الصلوات الخمس من التهليل والتسبيح. نرجو معرفة ما كان يقوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في أعقاب الصلوات الخمس من التهليل والتسبيح وغيرهما، وهل كان ذلك في صورة فردية أم جماعية، بمعنى أنه يقول شخص ويردد الآخرون خلفه التهليل مثلا. نرجو معرفة الرأي الصواب في ذلك حتى نكون على هدى وبصيرة، وفقكم الله لما فيه الخير. الذكر بعد صلوات الخمس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وذلك بأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو متجه إلى القبلة، ثم ينصرف إلى أصحابه بوجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد صلاة الفجر وصلاة المغرب كان يأتي بالتهليلات العشر، لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وكذلك شرع لأمته أن يقولوا بعد كل فريضة دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل كلمة 33، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، يرددون كل كلمة بهذا العدد ويقولون تمام المئة لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك كان الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في هذه المواطن. أما الدعاء الجماعي بعد الفريضة فهذا بدعة، وإنما كل مسلم يأتي بهذه الأذكار منفردا ويرفع المصلون أصواتهم بهذا الذكر بعد الصلاة، التهليلات العشر وما ذكر بعد الصلوات الخمس، يجهرون بهذا أفرادا ولا يجهرون بصوت جماعي أو يرددون هذا الكلام خلف ملقن، هذا من البدع، وإنما كل مسلم يذكر الله بنفسه. أما التسبيح والتهليل والتكبير فإن كل واحد يقوله سرا ومنفردا عن الآخرين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.